وحد ثبتك بالمسدس في دماغك بالشكل ده من الجنب كده، ايدك الاتنين هيطلعوا مع بعض. طول ما في تدريب مستمر هتلاقي ايدك بتتحرك بشكل تلقائي، رايحة تعمل الحركة حتى لو انت مغمض. ايدك الاتنين هيطلعوا مع بعض بالشكل ده، الايد الشمال ماسكة الاجزاء من هنا، الايد اليمين ماسكة القبض بتاعته من هنا. باخد خطوة لورا وانا برجع بغير اتجاه المسدس بالشكل ده، بضغط على القبض بتاعته الاتجاه ده، وإيدي التانية بتضغط المسدس نفس الاتجاه. أول ما بتوصل للمرحلة دي بتسحب المسدس بأقصى قوة عندك. أول ما تاخد المسدس، يا إما هتاخد ضربة تحت الحزام هنا، يا إما هتضرب بالمقبض بتاعه في الوش الناحية دي أو الناحية دي. لازم تخطف الحركة بأقصى سرعة عندك بدون تردد، يعني ما تتحركش الحركة أو ما تاخدش الحركة على أجزاء، هي حركة واحدة. أنت واقف ثابت أهو، اتخلص الحركة كلها في جزء من الثانية.